طقس مستقر عموما في عامة مناطق المملكة، وهنالك فرص لزخات من الأمطار تتركز في شرق وجنوب المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا متابعين طقس العرب، إليكم النشرة الجوية الرئيسية المتعلقة بهذا اليوم. بداية، كانت الأجواء مستقرة في عامة مناطق المملكة، وكانت الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة، ولكن بالنظر إلى خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك بعض الفرص لزخات من الأمطار على بعض أجزاء من المملكة، قد تكون في شرق المملكة ولكن تتركز في جنوب المملكة والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله. وبالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة الرياض، فقد تكون درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية، متوقع أن يكون هنالك غيوم متفرقة والملموسة أن تصل إلى 17 درجة. متوقع أيضا أن تكون نسبة الرطوبة 8% وأن تصل سرعة الرياح إلى 9 كيلومتر بالساعة. بالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال 3 أيام القادمة، بالمجمل تتراوح درجات الحرارة نهارا في العاصمة الرياض ما بين 33 درجة إلى 35 درجة مئوية، وليلا ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، ولكن يوم الاثنين متوقع أن يكون هنالك بعض الفرص لزخات من الأمطار المتفرقة بمشيئة الله. بالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة في عامة مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من المناطق سكاكا، تكون درجة الحرارة 20 إلى 10 درجات. عرعر متوقع أن تكون غيوم متفرقة من 17 إلى 6 درجات. في تبوك متوقع أن تكون درجة الحرارة من 26 إلى 10 درجات. أيضا من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المدينة المنورة من 32 درجة إلى 17 درجة، في جدة من 31 إلى 21، في مكة المكرمة من 35 إلى 22، في الطائف ما بين 26 إلى 16 درجة مئوية. أيضا بالانتقال إلى المناطق الجنوبية الغربية، منطقة أبها متوقع أن يكون هنالك بعض الزخات، احتمال لزخات من الأمطار الرعدية، تكون درجة الحرارة ما بين 24 إلى 15. متوقع أيضا أن يكون هنالك زخات رعدية في منطقة الباحة، وتكون درجة الحرارة من 20 إلى 14 درجة مئوية. في جازان متوقع أن تكون درجة الحرارة ما بين 32 إلى 26 درجة مئوية. بالانتقال إلى المناطق الشرقية، نجد أن درجة الحرارة في الدمام تكون من 30 إلى 17 درجة مئوية. في حفر الباطن متوقع أن يكون هنالك بعض الاحتمالية للأمطار، وتكون درجة الحرارة ما بين 26 إلى 14 درجة مئوية. وفي الإحساء متوقع أن تكون درجة الحرارة ما بين 34 و 17 درجة مئوية. نهاية، في مناطق الوسط تكون درجة الحرارة في الرياض ما بين 33 درجة إلى 22 درجة، ومتوقع أن يكون هنالك بعض الزخات المتفرقة من الأمطار. في منطقة بريدة من 29 إلى 14 درجة مئوية، وفي منطقة حائل أن تكون درجة الحرارة ما بين 16 إلى 12 درجة مئوية. كانت هذه أبرز التوقعات الجوية، إلى أن نلتقي في النشرات القادمة، دمتم في أمان الله.